السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير في يوم قريب، يوم الجمعة. فيا رب يا رب استر علينا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا أبدا، ما أحييتنا لا بين خلقك ولا بين العرض عليك. فيا رب يا رب أن يوفقكم ويحفظكم ويسدد ديونكم ويقضي عنكم الدين ويستر عليكم ويعود كل مغترب إلى أهله غانما سالما، وأن يعيدكم إلينا يا رب العالمين وأنتم بصحة وعافية. فأكثروا من الصلاة والسلام على حبيب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها، إنه محمد الإنسانية، محمد الرحمة، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك سكن تسكنه قبل التنفيذ بدون تحايل منك، وهو سكنك الوحيد وعندك قرض، فهل يجوز البيع حجز على هذا البيت وبيعه؟ لا. متى يجوز؟ إذا كان هذا البيت نتيجة قرض من البنك. أما إذا كان هذا البيت حر من نفسك أنت الآن وبيتك الوحيد وساكننا بدون تحايل وبدون شيء قبل التنفيذ وغيره، مثل ما احنا نسميه بيت العائلة، فلا يجوز الحجز عليه أبدا طبقا للمادة 106 من اللائحة التنظيمية لقانون المعاملات الإجراءات المدنية، اللي هي أنه لا يجوز الحجز، الفقرة الثانية، الدار التي تعد سكنا للمدين أو المحكوم عليه أو من كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعا في حالة وفاته، إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة مثل ما أنا قلت، وكان الدين ناشئا عن ثمنها، فيجوز حجزه للوفاء بالدين. إذن معناها أن المشرع استثنى الدار المعدة للسكن من هذا البيع. أما إذا كان عندك عدة بيوت غير هذا البيت، فنعم يجوز البيع للبيوت الأخرى ويبقى لك هذا البيت. ودائما احنا أقول بالنسبة لشيء، إذا كان مثلا هذا الموضوع احنا البعض يعني يحاول يجتهد فيه، وهناك قاعدة أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة طبقا للمادة 1 من قانون المعاملات المدنية. وعلى العلم أيضا أن هذا القرار أيضا صادر من الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي، يمكن رقم ثلاثة، نعم، وهي انتهت إلى هذا القرار. أنا الحين عندي ملف لأحد الخوات تقول لي إن ياسين بيبيعون بيتي مع أن هذا بيت الحر وبيت الوحيد، ما أعرف ليش. بعدنا أنا ما شفت الملف الحين عندي أساس أقرأه خلال هاليومين. سألت أنت ماخذ قرض الحين في الفترة؟ قالت لي من 7 شهور اتصلوا فيني البنك وقالوا لي والله أنت عميل صراحة نظيف وتي وملتزم بالمواعيد، شو رأيك لو نعطيك قرض آخر غير ونعمل جدولة، وشو عندك الأشياء، وأخذت الملكية البيت، ما أعرف شو السبب اللي أخذته إنه يزيدوا للمبلغ أو للإطلاع، هل هم وقعوها على قرض عقاري هنا؟ أنا بكلمكم الحين بعد عقب الفيديو عن الفرق بين العقد يعني القرض الشخصي بالسرعة والعقاري، بشوف الملف. فننتبه إخواني، ننتبه. الله يستر علينا وعليكم يا رب، يوفقكم لما يحبه ويرضى. تحياتي.